هذا يسأل يقول ما حكم أن هذا أخذ منه فلوس؟ أخذ الدين؟ نعم دراسة. إذن هذه نعم لها نعم ما هي بس. طيب ما ايش كان هذا شان تيرمز عشان تبقى سنس و اخذنا ايضا سبحان الله هذا يسأل يقول ما حكم ما يسمى ب القرض الإسلامي؟ القرض الإسلامي، القرض إن كان حلال فهو إسلامي، وإن كان غير حلال فهو ربوي ومحاربة من الله ورسوله، وهذا يعني هذا هو الصحيح. ولا تغتروا بأن يقال قرض إسلامي، هذا مثل يعني كما يقال هو ذر رماد في العيون، لا تغتروا بذلك. انظروا إلى الحكم الشرعي، فإن كان جائز فهو إسلامي، وإن كان غير جائز فهو ليس إسلامي. So the question is regarding Islamic loans or Islamic mortgages. Sheikh Abu Abdullah, he said, do not be fooled by the name. If the loan has interest or riba in it, then it is impermissible and it is declaring war against Allah and His Messenger. And if it had no riba in it and it was correct and permissible, then it is an Islamic loan. So do not be fooled by the name. وأنا لا أعرف بنكا إسلاميا هنا في أمريكا كلها تتعامل بالربا، وقد تأخذ ربا أكثر من البنوك الربوية الكافرة، ولكنه تحايل على الربا. مثل أهل السبت اليهود وضعوا شباكهم في يوم الجمعة وأخذوه يوم الأحد، هذا هو تحايل على الربا. Sheikh Abdullah said, I don't know of an Islamic bank here in the US. And they all play tricks in regards to riba, just like the Jews, that they put their nets, their fishing nets, on Friday and pick them up on Sundays. And they played this trick. They claim to play a trick. Likewise, those are all lies.